اهلين صديقي، هلا والله، هلا مرحبا وفادي، الله حيك. استاذ فلاح نقار، الله ينقر راسك شعلومك طيب. هالغدا وين يا ولد ذبحنا الجوع؟ الله يخلينا العم معيض، علامك تدوت في الشوارع، علامك انت. ذبحنا الجوع، انا بغدا. ابشر بس سعد، العم معيض يخدم الرايح والجاي. امشي يا ولد، العم معيض اللي اجت الساعه 1 بعد الظهر يفتح البيبان ويشرعها للضيفان. يلا مشان الله يخفي خشمك المطعوج. بالله عليك، أيوة. فرحان بخشمك هذا اللي ماخذن زاويه 90. امشي اسوي حق العم بعيد، لا يقفل الباب، يقفل الساعه 3 الظهر. خلنا نخش عليه ونهجم عليه ونقفز عليه قفزه الاسد. امشي امشي امشي، عزر لك، ما تدري وين انت رايح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا. الله لا يحييك انت ولا هو. ليه كيف تدور انت ابك؟ هذا ضيفي، لا تغلط عليه. ها ضيفي انت؟ ضيفه ضيفك جايبه عندي؟ ضيفي ضيفي هذا ضيفي. اصبر يا عم. ضيفك جايبه عندي. يلا يلا، انت راك تطردنا، انت فيك شيء؟ انت تدري ان هذا ضيفي؟ هذا ضيفي. شوف اصبرنا عاني، اصبر تشوفه. تدري ان الشكل هذا؟ قرب، ما عليك منه، ما يقول شيء. شفت الشكل هذا؟ تدري انه ما قد شاف الملاهيب والشموس؟ تدري انه ما قد ساق وايد؟ ما قد راح وجه بشوش، لطيف ظريف، ما شاء الله على ما شاء الله، ما يرقد الا على مخده قطن. ما يرقد الا على مخده قطن، شوف الوجه، شوف البراءة، شوف الطفولة. ايه بولات. يعني انت يا عم بعيد ما تبي تضيفنا؟ وكذا وش؟ هذا برتقال. شنو؟ برتقال. ايوه برتقال حق عمي. ايش عندك انت وياني؟ ايش؟ ايش عندك هني؟ ايش؟ ايش عندك هني؟ احنا معزومين، انا وصديقي عنده ابو بناك، ابو عم معيط. انت ايش عندك انت؟ انت يعني انحش المبدول، انحش. يلا اكيد، يلا ما فيها كلام، ماشي ماشي ماشي. هذا شوف يلا ماشي من غير ما تهرج، ماشي. انحش يا المصروع، انحش. بيض الله وجهك يا عم العيون. هلا حياكم الله، يا مرحبا. ارحب رحيب المطر. هلا 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 وغلا. ارحب يا وحش. هلا حياكم الله على الفال ويا قفاها العقال. فالك عقال، قل لي تكفى فالك عقال، قل لي. بنت يا حمار، انا اكلم الضيف. الضيف؟ ايه. قل لي فالك عقال، قل لي. كسل لك. عمير اطردهم. ها؟ طب حنا على ايش عم ولا عم بهارات الدرال؟ انت ما عندك الا طرق وبقوس؟ يهيب ولا تسدك الله. يلا والله على قله. تقول قله الجحش. والله على غارب. تقول غارب فيل. ضحك بقى. لا زعلان. زعل يا ويلك، زعل عاني عاين فيك. لازم راضي الرجال عجل، راضي، لا يقوم علينا يفقع وجينا، فكنا منك. سم عطى نظاره. انا وين بلشنا بهذا يا ولد؟ عطى جوال ولا دبر. يا لا عانه قام. استوى. إيه يعني معليش، هو مصروع هذا، ترى يبربر ما يدري وش يقول، فيه سبيكه رجال بعد يفوت، عنده الاعدادات ملخبطه، يفوت. فيمكن الرجال يبي عيشه، منين يجيب لي عيشه؟ جيب لي دبر بعيشه، دب تبع عيشه ابو. ثلاث وجبات. عطى البوك ثلاث وجبات، هذا بيطفر بك في ليله، ما تعين خ. انا معطي البوك. البوك بتعطيه اياه. انا اعطيت البوك اكله. يعني انت يوم انك صغير، يعني معليش على السؤال، يوم انك صغير يعني انت يعني كيف يعني اهلك يودونك الملاهي؟ كيف يودون هالملاهي؟ على دنا. على دنا؟ ايه؟ يحملون على دنا؟ اي بالقناره. ها؟ قام. يعني انت اذا جيت تلعب ودوك على دنا في برحه، يعني كيف يسوون؟ كيف تلعب مع الاطفال وانت صغير؟ هل يستاجرون لك شيول وقلاب بساعة ويفكونك في برحه، ولا يصبون لك شيء في برحه؟ ما عندنا لعب. اهجد الرجال، والله شكله بيعطيك بقس يلصق راسك في الجدار. ما
خليك كويس مع احنا بس مجرد سؤال الله يطول عمرك يعني ودنا نسالك يعني ونشوف الهرجه كيف ما عندنا لعب اشيل تحط المن اريانا ايه حشو اقول لك لا تغلط لا تغلط ترى هالحين بجيب هذاك حرمة بابا وش اسمها زيتونة زيتونة اي زيت الله يرحم ريسك اي وراها من سلة من سلة من الدودة هي فترة حرمة باباي باباي ياكل سبنش هذاك باباي لسليمان ياكل سبنش ويصير قوي كبير طيب عطى حرمتك يا دلخ والله ما رتسي بتلبس بيقصمارها وياكل فسبنش وعضلات ويصفق النار طيب عط حرمتك شوي انت شفت رقبتها ها شفت رقبتها وش فيها سنه ساقع مبيض باباي ما غير يعطيها فالسبانخ وياه من سله تقول انت الددسن مسدي هي فيها الدوده الطويله هي سم 20 رجل اي الظاهر تاكل ما تاكل إيه؟ ما تاكل ما تاكل لا لا ما تاكل وهذاك العود العود هذاك ابو لحيه هذاك الدب اللي كنا بكره سكسوكه اي ابو سكسوكه اللي دائما يطردها يفقع وجهها وتنادي باباي عشان يصفقه وباباي لازم ياكل سبنش عشان يعطيه بوكس طيب وما كل سبنش شو يسوي يلعن جدفه ابو كرش يطول سيقانها طوله يا ولد سيقانها تقول طير ما والله اني صاز رب الكعبه لا حول ولا قوة إلا بالله عسى إن شاء الله ما زوج وحتى نزيه ها هذه أعوذ بالله خي جاك تمشي بالهواء يا عبليسك استغفر الله العظيم ما شاء الله هو ما يحسب ما شاء الله تبارك الرحمن أمطار على محافظة الطائف ما شاء الله وقدامي الوجه هذا شوفوا شوفوا قدم 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 قدام الكاميرا قدم معانا وجه ما شاء الله الطايف ممطور وامطار طيبه واجواء حلوه ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله الله يجعلها امطار خير وبركه يلا حيا مساكم الله بالخير اليوم جاينا ضيوف من القصيم يا هلا ومرحبا بهالقصيم احبكم كثير من ضمنهم صاحب اليو اس بيات والشواحن والكهرب هو كهرب يمشي كهرب لمبات يولع لمبات يا هلا يا مرحبا نورك يا حبيبي بيض الله وجهك كثر الله خيرك وسلم لي تكفى على اهل الطائف كلهم والله العظيم انهم يعزمون من امس تستاهلون الطيب والله العظيم غمرونا بطيب احنا نحبكم يا اهل القصيم الله يرفع قدركم ويسلمكم والله من طيبكم ما تحبون الاخوان انت يا جوك في القصيم ما ينفكم والله العظيم ابو فهد انه اول ما يجي القصيم يجي لامي وحالف له انا قلت اول ما اجي لا الله يحييك الله يحييك الله يحييك انت والحوات الغانمه يا هلا مرحبا هلا وسهلا الله يحييكم الله يحييكم مرحبا مليون هلا ابو عبد الله انت عند اخوانك واهلك مرحبا ومليون مرحبا مليون الله ذبحتنا بالطيب طيب وقهاوي وشواهي وحليات يا ابو فهد والله انك احرجت والله انك تستاهل وهذا قليل في حقكم ترى اهل القصيم احبهم كثير ويستاهلون الطيب والله ما تحب الا اللي يحب الله يرحم والدينك ويحييك انتبه الله يرحم والدينك انا خابرك تحب هذا تحب التوصيلات انتبه هذه ترى مهبلنا بنوصل ايه اسمع العم معيض نباك تشبك له لمبه في راسه والله يستاهل ها عم معيض تبها لد ولا لمبه كوع تبى لمبه كوع شوف الرجال هذا يا متابعين هذا ركزوا فيه عرفتوا عينه في وجهه وعبد الله خلا زي صوره العم معيض والله خابرك انا اخوك تشبك شواحن مسرع طلعت مصور لا تعب مش قاعد تسوي لمبات عليه ايه صورتك حطنا بلمبات وشغل اسالك بالله ايه اهم شيء اهم شيء اشبك لي في جبهه يو اس بي شاه ايه وحط اللي في الخشم والله حط اللي في الخشم تصوير حط اللي في الخشم لمبه كوع تصويرك احترافي عمي ايه مصور هو مصور ما شاء الله كيف ابو عبد الله يا عمي
والله بنعم. بس انا صراحة كان وده يسوي لك لمبة في راسك، بس انا قلت حطها في خشمه. ورا ما يحطها في خشمه كان يباله دبسة. تمس دمست. ابو غيظ اخاف لا شافوه هذا بليل يحسبونه سراج. الله يحييك ابو عبد الله. والله انك متكلف يا ابو فهد. والله ما سي. لا الله يحييكم. الله يحييكم. هذا قليل قليل في حقكم. الله يحييكم. الله يحييكم. وحنا نبد دعوه شبابيه يا هلا ومرحبا. الله يحييكم. تموا تموا الله يحييكم. تموا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ترى عم عيد اذا جاء ياكل خاصه اذا حطوا ذبيحه قدام يحب ياكل القلوب والاكباد. لانه يحب قلبه خضر. قلبه خضر يا عم عيد. انت على امك قلبت علي وش فيه؟ ها؟ هذا العم عيد، هذا العم عيد صادق انت.